بنعدش، احنا بنشيل في الحر. كله راح مستشفى مصر، كله راح مصر. ممكن يكون هو خرج، ده التليفون بتاعه. ممكن يكون هو خرج وتليفونه اللي موجود تحت فيه اثر بوسس ولا حاجه ثانيه. لا يا باشا احنا عمالين نلفته يعني كويس، بنفحت بالفعل. النور تحت معاكم الشفات بتكشفوا شايفين. خرج يا باشا هو، بس التليفون اللي موجود هم جمال 10، واحد وفاة، واحد عينيه مركزة، واحد أكتر. لا لا يا باشا، في في هناك جثتين تاني يا باشا. جثتين؟ اه جثتين. الحلة والدناء وفاة والحلة العالية كده. وصلت كم واحد هناك؟ يا اسراف ابراهيم الشناك اسمه انا اللي اعرفه دلوقتي. في هناك حوالي هو كان في واحد في العنايه المركزه، واحد اول واحد من هنا والثاني بعد ما وديناه رجعنا ثاني لهنا بالصوره. اه ومحفظه يعني 2 متر لحد دلوقتي. حد غير دي ما ينفعش الحالات اللي هناك خطره. كان كلهم 9 بس. ماشي يا استاذ احمد، ما هو ده اللي انا بقول لك عليه. انا عندي حاله خطره خرجنا بس.